معكم خاوتي، جيسبر تكونوا بيان. معكم مهدي دي زاد. اليوم جينا نحكيو على سجي جديد يحكي على الصيف يتزاي. كاين زوج حوايج يعيو بزاف بزاف في الصيف. بريميرمو كاين الذبان، بزاف دي سوليسيون للناموس كيما هادي. يا ربي الناموس هذا ما خلاناش كاع نرد. اللي تعفسه الضو كاين هنا عندي، نشعل الضو في بلاصه اخرى باه يروح الذبان ثما. ونخمم انا او مزيش، لازم نزيد لها بيجي الذبان بيجي الناموس. نرقد بيا يا ربي يا ربي. ولي ما صلحتلوش هذه لا سوليسيون، كاين سوليسيون واحده اخرى كيما عييت. والله غير عييت، والله ما نحبش نرقد. يا نشوف شحال الساعه. الوحدة هذاك هو نرقد. لقيت عفسه نتخبى تحت لا كوفرتير باه ما يدخلش الناموس. يا وين نخبى من هنا. ايما والحاجه الدوزيام ثاني اللي تعي في الصيف هي السخانه، يعني الوقت اللي نحيو فيه القش تاعنا ثم يجي الناموس يغرس. اوه يا ربي سخان، والله ما لقيت ما ندير. يعني باش نحيدو التريكو. نعمة. الباكو ولا تاع بان تاوا ترى النهار اللي كنت باش ندير نفتح الباكو تاوا. نعمة يا نعمة. ما ناموش شداني نفتح الباكو ولا خاوتي. وصلنا لافان تاع هاد لافيديو، جيسبر تكون عجبتكم. كان معكم مهدي دي زاد. لا عجبتكم بارطاجيوها، بارطاجيوها مع صحابكم مع لافامي مع لا ما عجبتكمش بارطاجيوها ثاني. وابوني في لاشين يوتيوب.